أول مرة في كليفلاند ومبسوطين قوي قوي نكون معاكم وفرحانين لأنه ربنا مختار كل واحد واحدة فينا من أماكن كتير عشان نيجي ونتحد مع بعض ونطلبه. في بركة وفي خطة لكل حتة أرض من ربنا، بس المهم ولاده وبناته يعرفوها ويعيشوها، ما يفوتش عشان ما يفوتش زمن افتقادهم. أمين. كان مفروض يكون معنا أخونا المبارك زياد شحادة، وإحنا بنعتذر بالنيابة عنه لأنه الباسبور بتاعه ما جاش في الميعاد فهو ما قدرش يجي. هنحاول يعني نتخيل يعني إن هو موجود معنا، بس إحنا فعلا كان نفسنا يكون موجود معنا وإحنا بنعتذر بالنيابة عنه فسامحونا. يعني أول ما جيت أمريكا في أول أسبوع رحت أحضر الكنيسة، وكان خادم من الخدام اللي أنا زعلت منه قوي كان بيقول أمريكا، عارفين بقيت أنا سمع ناس بتقول بقيت الجملة إيه بقى، كان بيقول إيه؟ مقبرة الخدام. انتوا عرفتوا إزاي؟ وقال الكلمة دي وأنا في أول أسبوع جيت في البلد دي ولسه يعني عندي أمل إنه هنخدم وهنعيش للرب والحاجات هتتغير. وأنا الحقيقة اتصدمت، وكان قدامنا اختيار من اختيارين، يا اما نصدق ونقعد مكاننا وما نتحركش ونصدق خلاص احنا جينا هنا عشان ايه، ناكل ونشرب لاننا غدا نموت. بس جوايا بقى نار كانت في قلبي ضد الكلام ده، وانه لا، لان الرب موجود هنا كمان وموجود في كل حته وليه خطه، فما فيش حته يعني هتبقى عامله كده غير لو احنا اخترنا واستسلمنا لواقع صعب احنا فيه. الرب جايبنا في الأرض دي عشان يستخدمنا، عشان يقوم عمل. والفريق ده من ضمن علامات إنه ربنا يعني مرضيش إن الأرض اللي احنا فيها تكون عاقر، لكن الرب بيولد فيها خدمات وناس، ودول كلهم شباب زي ما انتوا شايفين، أنا تقريبا قد مامتهم، يعني شباب عايشين للرب وعايزين يخدموه. مرينا بأوقات صعبة كتير في الفريق وكنا مش قادرين نكمل لأن في حرب جامدة جدا، لكن من أول السنة دي وربنا فعلا أتى بأوقات فرج علينا. وحاجة من الحاجات اللي مفرحانا إن إحنا في وسطيكم النهاردة، ده دليل إن ربنا باقي علينا وعايز يستخدمنا. فأنا عايزة أحييكم تحية باسم الرب يسوع. الأرض اللي إحنا فيها ليست عاقرا، والرب عايز يأتمن ناس كتيرة فينا على رسائل وعلى حياة تغير الناس اللي حواليها. أمين؟ أمين. أنا بصدق معاكم. هنعبد الرب سوا، هندخل إلى قدس الأقداس، مش لأن احنا نستاهل، لكن لأنه هو فتح الباب بدمه الكريم، دفع ثمن غالي قوي عشان نقعد مع بعض أو نقف مع بعض ونصلي. ده مش ببلاش، وجدنا نعمة في عينيه ودعانا إن احنا نقف قدامه في قدس الأقداس ويرانا محبوبين ومقبولين قدامه. أنا أكثر واحدة ما استاهلش، دايما بصلي الرب يستر ضعفي. هو فتح الباب وعايز بس اللي يدخل يقولها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. تفتح الباب، تفتح الباب تقوله ما فيش عندي حاجة أغلى منك، وأنا عايز يا رب بجد أتلاقى معاك، عايز يا رب بجد أتلاقى معاك في الثلاث أيام دول. أنا مش عارفة إذا كنا إحنا ابتدينا وقت الهوى ولا لسه، احنا دلوقتي على الهوا في قناة الكارما اللي بتباركنا طول الوقت، واحنا بنقدم تحية لكل مشاهدينا. تعالوا نحييهم كلنا، اهلا بكم مشاهدينا في كل مكان في العالم. ربنا كمان عايز يبارككم وعنده رسالة لكل واحد واحدة فيكم. سبحوا الرب واعبدوا معنا.
لعدم إيمانهم ورفضوه وما كانوش عارفين أو مدركين هو مين. هل إحنا محتاجين نفتح الباب؟ هل إحنا محتاجين نرحب بيه؟ أيوة محتاجين. لما نقول تعالى يا روح الله، مش معنى كده أن روح الله مش موجود في وسطينا أو موجود جوانا، لكن إحنا عايزين نديله مساحة أكتر فينا. ينبغي أن ذاك يزيد وأن إحنا ننقص. روح الله القدوس تعالى اسكن املك. لما الرب بيكون موجود في مكان ما فيش حاجه بتبقى على حالها. الضعيف بيتقوى، الحزين بيتعزى، المريض يشفى او ياخد نعمه لمواجهه امراض هو فيها. الرب ما بيسيبش حد في غلبه لو هو فتح له الباب، بس نفتح الباب ونطلب. حتى لو بقالنا سنين عايشين مع الرب له، تعالى تعالى اكتر، املك اكتر، خد مساحتك اكتر، خليك شبهي اكتر، اطبع ملامحك عليا اكتر. تعالى اسكن هنا وبقوتك فيض فينا واروينا يا رب. احنا عطشانين قوي، ميه العالم يا رب ما بترويش.
يبتهج بك فرحا، يفرح لما يبص علينا ويبتهج بترنم. مين زيك انت؟ مين في جمالك؟ مين في حلاوتك يا يسوع؟ مين زيك انت؟ مين في جمالك؟ مين في حلاوتك يا يسوع؟ صليت كتير او ما صليتش ولا مرة، صلي كل ثلاثة جنب بعض يقدموا بس صلوات محبة وتسبيح للرب والسيد الموجود في وسطنا. عارفين لما احنا بنقول كلام مش بس بيفرح قلب ربنا، لكن كمان بيفرق معايا انا، بيعلي ايماني، بيفكرني مين هو الهي، فاتقوى اتقوى وامشي على المرتفعات. ان كان حد فينا بيمر بوقت الم أو مرض أو ظروف صعبة، أنا بشجعك أنك تحط عينك فوق للسماء، لأن في السماء مفيش ارتباك ومفيش أسئلة. حط عينك على السماء هتطمن وهتتملي بالإيمان. تيجوا نسبح رب، تيجوا نفرح قلبه، كلنا نصلي. ونفسي الخدام ما يسيبوش حد قاعد لوحده، لكن يتحركوا ناحيته كل ثلاثة مع بعض، يرفعوا
جملتين أو ثلاثة تسبيح بكلماتك الخاصة، مش بترانيم حد تاني كتبها، لكن اكتب له ترنيمة بصلاتك. أمين. تعالوا نصلي. اطلق تسبيحات يا رب من قلوب ولادك وبناتك يا رب. الألسنة المربوطة، العينين التعبانة يا رب ترجع تشوف النور يا رب، وتطلق تطلق يا رب على طريق يا رب أنت تمشينا فيه. أنت متكلنا، أنت إلهنا، أنت سيدنا، أنت ملك الملوك، أنت رب الأرباب وسيد الأسياد، أنت مفتخرنا يا رب، أنت كل حاجة، أنت الألف والياء، البداية والنهاية، من يفتح ولا أحد يغلق، ومن يغلق ولا أحد يفتح. هاليلويا. كل شيء مستطاع عندك، كل شيء مستطاع عندك. أنت من تأمر بالحياة من بعد الموت، أنت اللي بتنظف القبور وتفتحها وتأمر بالحياة يا رب. بعد أن أنت، بعد أن أنت، أنت تأمر وتعيد إليه الحياة يا رب. أشكرك، أشكرك، أنت حقيقة يا رب، أنت مش فكرة حلوة، أنت حقيقة، أنت الصخر الكامل صنيعه. أنت إلهي صخرتي، لا شيء غيرك. اسمك فوق كل اسم يا رب، أنت العالي والمقتدر، لك المجد وحدك.
متجدد في كل يوم. واحنا جايين في الطيارة على الساعة 5 الصبح كده طلع منظر في السماء مش معقول، سما يكون برتقاني او مع خطوط من الرمادي، حاجة بقى الشروق اللي فوق السحاب. فبقول لشريف جوزي واحنا قاعدين جنب بعض بقول له ايه ده مش معقول، ربنا كل يوم بيرسم لوحة جديدة مش متكررة، مفيش يوم زي التاني. بصوا على السماء كل يوم، مفيش يوم زي التاني، ومفيش حد فينا زي التاني، والرب أبدع في كل واحد واحدة فينا. بصمات صوابعنا مختلفة، شعور رؤوسنا محصاة عنده. يا رب ايه الإبداع دوت؟ ربنا مش بيعمل مصنع كده خط إنتاج، عارفين اللي بالكهرباء ده؟ لا لا، ده كل واحد معمول صنعة إيديه، عجيبا مشيرا، معمولين بحب، معمولين بحب. يلا من الأول ليك المجد يا فدينا. يا رئيس السلام، يا عجيب يا مشير يا إله،
السلام. انت الله المتجسد للمسيح المتمجد والخليقة بتردد يعني. انت مشتاق الأمة فيك الأمن والنعم فيك الحب والنعمة يا عجيب. انت الله المتجسد والمسيح المتمجد والخليقة بتردد يعني. انت مشتاق الأمة فيك الأمن والنعم فيك الحب والنعمة يا عجيب يا عجيب يا مشير يا إله يا قدير يا أمان يا رئيس السلام. يا عجيب يا مشير يا إله يا قدير يا أمان أمدي يا رئيس السلام. يا عجيب يا مشير يا إله يا قدير يا أمان أمدي يا رئيس السلام. يا عجيب يا مشير يا إله يا قدير يا أمان أمدي يا رئيس السلام. نفسي قبل ما نقعد نردد مع بعض مزمور اكيد كلنا حافظينه. مزمور تفتكروا ايه؟ انتوا شاطرين قوي على فكره، صح؟ 23 من واحنا صغيرين حافظينه، بس تعالوا نقوله مره كمان. عارفين ليه؟ عشان ربنا عايز يخرجنا من حته الخوف عشان يأتمننا على حاجات كبيره هو عايز يعملها بينا. بس تعالوا نستمتع بالكلمات دي مع بعض، حافظينه؟ الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربطني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزينني، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالدهن رأسي كأسي راية، وإنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. هللويا. تفضلوا استريح. الأوجاع وفي الأبعاد
كلامك سنين وأجيال مش هيزول، سلطانك بيعدي حدود المعقول ومش بتتغير وثابت على طول. قلب الحزن تبدله بسرور، كلك نور. ربنا يقصد إنه قبل ما نشوف ربنا بيغير اللي حوالينا، بيغيرنا إحنا في الأول ويلمس حياتنا إحنا في الأول ويفكنا. دايما بتخيل إنه ساعات كده بنحكم على نفسنا إن يبقى فيه سقف كده مش قادرين نعديه، مانع النور والمطر، بس ربنا عايز الأيام دي يفتح السقف ده فيأتي علينا المطر ونرى النور وشمس البر تشرق على حياتنا. ياما بشوف ناس عندهم كتمة مكتومين مش عارفين يفرحوا. تفتكروا دي إرادة الله لينا؟ كتاب بيقول فرح الرب هو قوتكم. مفيش حد حزين بيحس بقوة، الحزن بيسحب الطاقة والقوة من حياتنا، مش كده؟ عشان كده الرب عايز يرجع فرحه في حياتنا وبالتالي قوته كمان. ترنيمة دي ترنيمة جديدة حابين نشارككم بيها، وده الاسم اللي ربنا ادهولنا للألبوم الجديد. احنا سجلنا حاجات قبل كده بس بنعتبر ده الأولاني لأنه فعلا مختلف، وهتسمعوا حاجة حلوة. احنا طبعنا طبعة سريعة جدا عشان تكون معنا في أوهايو عشان نلحق نديكم، فاحنا نفسنا ما سمعناهوش يعني، فانتوا هتسمعوا قبلينا. كلك نور، أشكرك يا رب. كل المجد لك تسبيح يملأ
حفر كتيرة الناس بتقع فيها، حفرة خطية، حزن، يود، عدم غفران، ناس قفل على في حياتها وفاكرة ان خلاص ده اخرها وملهاش امل تاني، يأس، حاجات كتيرة. بس الرب عايز
يمد ايد الهية من العلاء والسماء وينشلنا من هذه الحفرة. بس في تعهد من اللي بيرنم الترنيمة دي بيقول مش ههرب منك تاني. صوتك بالحب ناداني، اداني امل ورجاء ارجع احيا من تاني. اين اذهب من روحك ومن وجهك اين اهرب؟ ان صعدت الى السماوات فانت هناك، وان فرجت في الهوية فانت، ان اخذت جناحي الصبح وسكنت في اقاصي البحر حتى لو هجرت فهناك ايضا في كليفلاند ايضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. الرب جايب لمسة خاصة، عايز يعيد حياة لحياتنا. مش مهم نعيش كم يوم، المهم الايام اللي عايشينها دي شكلها ايه. مصدقين ان عمرنا مش ضروري يبقى اطول حاجة في الدنيا، لكن يا ترى طعم الايام ايه بالنسبة لي؟ يا ترى حاسين بعمرنا ماشي ازاي؟ دي الترنيمة اللي هنسيبها معاكم قبل ما نسمع كلمة ربنا، فاسمعوها ابو دانكم بس اهم بقلبكم كمان. I'm not afraid.
فرحان بالرب. يا ريت تبقى حياتنا على طول كلها ترنيم وصلاة وترنيم وصلاة. بيحصل حاجة، اللي بيصلي بيحصل حاجة من جوه. احنا موجودين فين؟ موجودين فين؟ فين؟ في مؤتمر صلاة. هنعمل ايه؟ وبعد ما نصلي، وبعد ما نصلي تعرفوا ليه؟ ايه البلد اللي احنا موجودين فيها؟ كليفلاند. فين؟ في اوهايو. ربنا ليه خطة لكل واحد موجود في كليفلاند، مش كده؟ انت ما جيتش كليفلاند اعتباطا، انت مش موجود في اوهايو اعتباطا، لكن الرب ساعات بيحتاج ان احنا نتحرك. رب يجي يعمل حاجة، يبقى في مؤتمر في وقت معين، رب يجيب ناس معينين عشان يبتدي يشغل قلوبه، عشان يبتدي يصلوا. في كتاب اسمه اعظم 10 نهضات في التاريخ، اعظم 10 نهضات في التاريخ، كل واحدة منهم كان في حاجة محددة. ايه هي؟ ناس ابتدت ايه؟ تصلي. من النهضات المشهورة في سنة 1903 و 1000 وامتدت 4-5 سنين، كانت في مجموعة عدى 17 واحد كانوا قاعدين. احنا اكتر من 17 واحد، نشكر رب ربنا. كانوا موجودين في مكان، ابتدوا يصلوا، ولا كان في انترنت، ولا كان في تليفونات، ولا تلفزيون، ولا اي حاجة. ابتدوا يصلوا. النهضة انتقلت من انجلترا، راحت ويلز، راحت كوريا، راحت الصين، راحت اليابان. ليه؟ مجموعة صغيرة ابتدت تصلي. ده اللي عايزين يعد قلوبنا واحنا نسمع كلمة الرب. خلينا نقف دقيقة واحدة كده ونعد قلوبنا قدام الرب ونقول له يا رب عايزين نسمع كلمة من السماء، مش عايزين نسمع كلمة من اي انسان، لكن عايزين نسمع كلمة من السماء. عايزين كلمة حية تيجي تلمس قلوبنا. يا رب انا بشكرك لانك اله حي، بشكرك يا رب زي ما انت موجود في مصر انت موجود في كليفلاند، زي ما موجود في لوس انجلوس، زي ما موجود في انجلترا، زي ما موجود في المانيا، زي ما موجود في كل حتة، انت موجود في وسطنا الان. اصنع نهضة عظيمة في وسطينا في هذا اليوم يا رب. قلوب تيجي اليك يا رب وتصرخ وتقول لك عايز اديك كل حاجة، عايز اديك حياتي، مش عايز العالم، مش عايز امريكا، مش عايز اي حاجة، عايز حياتي تكون ليك، كل شيء يكون ليك يا رب. علمنا نصلي 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 ونصلي بلجاجة ونصلي من كل قلوبنا عشان يكون المجد ويعود المجد ليك وعلى يسود على شعبك. بشكرك من أجل كل إخواتي اللي موجودين. أنت هتلمس يا رب كل واحد واحدة، هتشبع كل واحد واحدة، هتكون في مية حية، هيكون في طعام حي في هذا اليوم. تكلم قلوبنا أنت بقوة الحياة في اسم يسوع، في اسم يسوع أمين. أنا بشكر فريق الوعد وبشكر الأخت لولو وبشكر كل واحد موجود في وسطينا. الرب هيصنع أمور عظيمة. والحقيقة برحب بجناب القسيس هشام كامل، والرب بيستخدمه في أماكن كتيرة من العالم وبيستخدمه بقوة، ويكون الرب بيكلمنا من خلاله النهاردة كلمة حية، وكلمة يكون الرب بيمسحها عشان تكون سبب بركة، عشان الناس تصلي أكتر في وسطينا. مش هدفنا في مؤتمر الصلاة إن احنا نعمل مؤتمر، لكن كانت دعوة من الرب، ودعوة لأوهايو، ودعوة ليك، ودعوة ليك إن نكون أعضاء مع بعض، والرب يستخدمنا بقوة، ويستخدم الأسيس الشام في وسطينا بقوة، عشان الرب يصنع نهضة في هذه البلد. أمين. نرحب بالأسيس الشام في وسطينا والرب يستخدمه بقوة. أنا بشكر ربنا خالص لوجودي معاكم النهاردة، وزي ما لولو قالت دي أول مرة لينا في أوهايو في كليفلاند، وأنا بقالي 4 أسابيع كل أسبوع في نهضة في مكان. فأنا كنت الأسبوع اللي فات في ناشفيل، اللي قبليه في أوريغان، وبعدين بعد يومين أنا ولولو رايحين عندنا نهضة لأول مرة هنعملها في بيت لحم في فلسطين، وربنا مدينا نعمة غير عادية
ان احنا قدرنا نحجز قاعة ياسر عرفات، دي اكبر قاعة في بيت لحم، و بنصلي ان ربنا يدينا بركة ويدينا نعمة. دي تاني زيارة لي، انا كنت هناك من كام شهر، وعايز اقول لكم بامانة انا وقعت في حب الناس اللي هناك اكتر من الاماكن. يعني انا عارف ان كلنا بنروح عشان الاماكن، لكن انا بحيي فعلا الشعب الفلسطيني المسيحي، ناس بتحب الرب جدا وناس عايشة يعني مطحونة. لما رحت السنة اللي فاتت كانوا بيقولوا لي احنا مش مصدقين ان في ناس عارفانا، مش مصدقين ان في ناس حاسة بينا. فانا فعلا بطلب منكم في مؤتمر الصلاة ان احنا نرفع السفرية اللي جاية دي، انه ربنا يستخدمها لمجد اسمه. قبل ما نتكلمكم عن انا عارف ان احنا اتأخرنا، فانا هقول لكم وعظة صغيرة قوي النهاردة، نفسي نصلي معاكم اكتر. بس في قصة حاجة انا وعدت ربنا ان انا اي مكان اروحه لاول مرة لازم احكيه. اللي فيكم يعرفني انا في 3 سنين اللي فاتت يمكن مت اكتر من 3 مرات، يعني وصلت لمرحلة الموت وربنا رجعني. ولا اخفيكم القول ان انا زعلت من ربنا انه رجعني، لانه خلاص لما عينك تتفتح وتعرف انك رايح السماء وخلاص يعني بتبقى ريدي انك تجو، وبعدين فجأة ربنا يبعت دكتور ابن حلال، وانا عارف ان اغلبكم دكاترة هنا، الدكتور ابن حلال يرجعك تاني يعني يحط. لكن المرة اللي عايز اشاركها معاكم دي كانت اخر مرة وتعلمت فيها درسين. الدرس الاولاني لينا كلنا، والدرس الثاني عايز اقوله لكل الخدام اللي موجودين هنا. واحد من عندنا من شعب الكنيسة اسمه عادل، ربنا مباركه، جه قال لي اسيس انت عمرك ما بتاخد اجازة، انت اما في الكنيسة اما بتسافر، تعالى قضي يوم عندنا في حتة اسمها بالم سبرينج. بالم سبرينج اللي اغلبكم يعرف دي زي مشتة بتاعت الناس اللي هم ولاد الناس، كلها حتت غالية كده وأماكن كبيرة يعني. فقال لي خلصوا الخدمة يوم الحد وتعالى أنت وروزينا، روزينا دي لمؤاخذة المدام، هات يعني المدام وتعالى. قلت طيب. فالحد اليوم الحد بتبقى عندي خدمتين ثلاثة، خلصت الخدمات وبعدين قلت روزينا إيه رأيك بدل ما نروح يوم الاثنين على بالم سبرينج، ما تعالي نروح الحد بالليل نبيت ونصحى الصبح نقابل عادل ومراته ونقضي اليوم. قالت لي فكرة كويسة. طبعا أغلبكم عارف إحنا هنا في أمريكا لما تكون عايز تحجز أوتيل بتخش على برايس لاين، الناس الغلابة اللي زي حالاتي يعني تخش على برايس لاين وتحط مبلغ بسيط وتشوف الأوتيل هيجيلك بالسعر اللي أنت عايزه. فطبعا اللي بيحجز دايما على برايس لاين بيحجز عماوي، يعني انت لا انت عارف فين الاوتيل ولا نوعه ايه، انت بس بتحط المبلغ والمكان. وفعلا الساعه حجزت اوتيل بسعر كويس، سقنا وصلنا بالم سبرينج الساعه 12 وربع بالليل. الدنيا كانت كحل ضلمه ما شوف يعني بالعافيه، شفنا الاوتيل كانت اوضتنا في الدور الثاني، طلعنا الاوضه نمنا. الساعه 3 الصبحيه انا جالي هارت اتاك، وزي اغلب الرجاله على ما لما اخذ المدام تقعد تقول لك اكلم 911 كلنا بنقول ايه، لا انا هبقى كويس، لا هبقى كويس، لا هبقى كويس، استني بس هفوق شويه، طب هخش اشتفوش. عملنا كل ده، لكن على 9 الصبحيه انا كنت خلاص يعني كان كاني شايل الهرم الاكبر كده فوق صدري، كان وجع والم ربنا ما يوري حد. فقالت لي اكلم لك 911، قلت لها بليز. لكن الشيء الغريب انه روزينا كلمت 911 وحطت السماعه كانوا عندنا في الاوضه بعديها بدقيقه ونص. ازاي اتاري الاوتيل اللي انا اخترته عماوي ده تحتيه سنتر بتاع بريميديك؟ اميزنج. انا لو بكتب قصه فيلم مش هكتبها كده، يعني لو احنا بنتفرج على فيلم مش هنكتب، ما تنفعش تكتبه كده، ما ينفعش ان يكتب ان السنتر اللي فيه الفندق نعم ده شغال، يعني اسيب ده. انا بصوا انا فيري ايزي جوينج، لو يعني اللي انتوا عايزين نعمله هعمله، حاضر اهو طيب اوكي شغال. طيب اصل انا من ساعه ما جيت قالوا لي ما تتحركش من تحت النور، وانا اللي بيجي عند الكنيسه ما اعرفش، انا دايما بعمل حاجات غريبه يعني. المهم فالبرمادك الناس طلعوا، وحد فيكم بيتفرج على حلقات اي ار بتاعت الامرجنسي رومز في التلفزيون كده؟ انا فجاه حسيت كاني في فيلم، الاوضه مليانه ناس وعمالين تجري في كل، ويقول لي بيحط لك حاجه على مناخيرك ويحط لك حاجه تحت لسانك وبيجري، وده بيكلم ده ومش عارف ايه.
وانا فجأة حسيت ان انا بتفرج على فيلم مش انا البطل بتاعه. فابتديت انا يعني انا مبتسم وناسي ان انا عندي هارت اتاك وبتفرج على الـ الـ الاكشن اللي بيحصل يعني. وشالوني وانا فاكر كويس قوي الحاجة اللي انا فاكرها ان هم بينزلوني في الاسانسير الرئيسة بتاعتهم كانت بتكلم المستشفى عشان اللي هروح لها. وبعدين انا اللي سمعته ان قعدت تقول له او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد هارت اتاك هارت اتاك هيز جونا داي. وانا مبتسم يعني مش مصدق ان انا اللي بيتعمل فيه ده كله. عشان ما اطولش عليكم وصلنا المستشفى. طلعت المستشفى على بعد 4 دقايق من الاوتيل وعلى مستشفى متخصصه في جراحه القلب. اتاري ان الحته اللي هناك اغلبها ناس البيض الكبار العواجيز اللي بيروحوا يقدوا المشتى هناك, فعاملين لهم مركز متخصص في القلب. فبعد 4 دقايق كنت وصلت المستشفى. وصلت المستشفى وبيجروا بيا بقى بالظبط زي الموفيز وانا مبتسم فرحان انه يعني بيعملوا فيا كده. الى ان شفت الدكتور خارج ومعاه الجروب بتاعه. الدكتور خارج ومعاه الجروب بتاعه الدكتور بتاع الامرجنسي عشان يستقبلني. وهو بيستقبلني لمحت اسمه مايك فرج. فعلى طول جه في ذهني انه ده اكيد ايه مصري مايك فرج. وقلت حاجه من اتنين, يا محمد يا ميخائيل, وفي الاثنين مش يحصل حاجه اهو قاعدين شغالين. فبصيت له قلت له هاي مايك ازيك بالعربي. هو شايب عنده 35 سنه بص لي كده ولا عبرني. وطبعا بقى المصيبه لما تكون فاكر نفسك مشهور, يعني تكون فاكر نفسك ان العالم كله عارفك. وانا قلت حتى لو محمد هيبقى عارفني برضه يعني طيب. خدني ودخلنا جوه وقعدوا يحطوا يعملوا الاسعافات و و و و وانا قمت شده من الجهه من الايد البلط وطلع فكره مايك انا اسيس الكنيسه اللي بص لي نفس البصه مفيش كلمش كلمه يعني. فانا اتغصت اكتر يعني اتغصت لا انا ما بتغصش بس يعني انا حاولت ابقى متغاظ يعني. وبعدين بعد ما خلص كل حاجه لهم خدوه حالا على اوضه العمليات اطلعوا بيه على اوضه العمليات. تقول لا 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 استنى بقى ابتدي بقى اتكلم بالانجلش ويعني كده. قلت له لا ويه. قال لي ايه؟ قلت له لا في بره واحد صاحبي اسمه عادل ولما اخذ المدام بره خليهم يجوا يصلوا لي يعني بدل ما انا ماشي بقى مش عارف ايه ده يحصل. فقام طلع كل الاستاف بره وقال لهم هاتوا له الاثنين دول. فدخلت روزينا ودخل عادل وابتدوا يصلوا لي حطوا ايدهم عليا وابتدوا يصلوا بالعربي. واذ بالاخ مايك جاي واقف جنبهم وكل شوية عادل يقول له رب من فضلك المس الأسيس مايك يقول له أمين. اتغصت أكتر لأنه طلع بيفهم عربي ومسيحي بيقول أمين. طب يعني أمال أنا عمال أكلمك من الصبح ما بتردش عليا ليه؟ خدوني على الأو آر وقط العمليات وابتدى الراجل يعمل العملية. بس قال لي جملة أنا حابب أقولها لكل اللي قاعدين هنا النهاردة. أنا معرفكوش, أعرف مجموعة بس أنا معرفكوش كلكم, معرفش أنتوا جايين منين ولا إيه خلفيتكم. الراجل ده قال لي درس عمره ما هنساه. قال لي انت لاكي انك اتصلت ب 911 في الوقت المناسب. قال لي دقيقه تانية قال لي انت نسبه السددان كانت عندك اولموست 99%. فكان في شعرايه ده اللي خلى الست صرخت في الاسانسير. انا فهمت ليه صرخت. اتاري الشعرايه دي لما بتخش تبلوك فالدنيا بتقف فدي كانت بتخش وتخرج فعلشان كده طول الهزه كانت بتدخلها وتخرجها. فقال لي انت واحد من القلائل المحظوظين اللي قدرت توصل هنا قبل ما السددان ده يحصل. حسيت وانا على سرير العمليه ان ربنا بيقول لي اقول لكل واحد واحده فيكم الحق كلم 911 السماوي قبل ما الفرصه تروح منك. احنا حين كتير بناجل 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 زي ما كل راجل بيقول لها هبقى كويس هبقى كويس بكره هعرف المسيح بكره هصلي بكره هروح الكنيسه بكره هقرا الكتاب بكره هيبقى ليا علاقه مع ربنا بكره. بس انا النهارده مش فاضي. بس يا جماعه اللي انا عايز اقوله لكم قد بكره ده ما يجيش. وده اللي عمله. فاكرين بولس لما وقف قدام الملك وقال له يا بولس بقليل تقنعني ان اصير مسيحيا, ايه روح دلوقتي وان حصل وقت هستدعيك. وما استدعاهوش. اوعى تأجل من فضلك ومن فضلك من فضلك ومن فضلك. لو انت لسه ما ضمنتش ان اسمك اتكتب في سفر الحياة الحق اعملها دلوقتي لانه ما حدش ضامن اللحظة اللي جاية شكلها ايه. الدرس التاني اللي انا اتعلمته ساعة 5 وانا نايم على السرير خلاص بقى طلعوني الأوضة ركبوني الستنس والحاجات دي كلها وكم اوكي. فجأة لقيت الباب بيفتح وشاب صغير كده امور داخل مبتسم بيقول لي ازيك يا اسيس هشام.
انت مش فاكرني انا محب. تقول يخرب عقلك يعني، طب ما انت بتتكلم عربي واسمك محب وعارفني، امال ليه يعني ما كنتش معبرني تحت؟ قال لي الدرس بقى اللي انا حابب اقوله لكل القاده والخدام اللي بيحبوا ربنا الموجودين هنا. قال لي انا كان قدامي اختيار من اتنين، ينقذ حياتك يحكي معاك، وانا اخترت ان انا انقذ حياتك عن ان انا احكي معاك. قال لي انا كنت عايز اقول لك انا محب، انا كنت باجي لك الكنيسه وانا في ثانوي، انت ياما صليت معايا، بس انا بعد ثانوي خلاص رحت طب وبقالي 15 سنه بره، كنت هموت عايز احكي معاك، بس انقاذ حياتك كان اهم. ونفسي اقول لكل الخدام اللي هنا، انقاذ حياه الناس اهم من ان احنا نرضيكم. المؤتمر الصلاة مش ان احنا جايبين فريق مرنم حلو وبنقعد نسمع ترانيم حلوة وواعظ متكلم بيقول لنا كلمتين، الموضوع اخطر من كده. احنا مش جايين نعمل شو، مش جايين نعمل عرض وبعد ما الفقرات هتخلص الستارة هتنزل، الموضوع مش كده، الموضوع تغيير حياة، الموضوع تغيير حياة. وزي ما رامز كان بيقول، انا عايز اقول لكل واحد واحدة بأكد صوتي معاه، انت مش موجود النهاردة بالصدفة، قد تكون جيت لانك شفت اعلان، قد تكون جيت لانه حد قال لك تعالى، قد تكون جيت لانك سمعت عن لولو وسمعت عن الترنيم، قد تكون جيت لاي سبب من الاسباب، لكن مهما كان السبب اللي جابك، انا عايز اقولك النهارده انه ربنا عايز يتقابل معاك، ان الليله دي ليله فارقه جدا، مش بس في كليفلاند، ليله فارقه جدا في حياتك وفي ابديتك. الرب يسوع ما جارش علشان الناس تسمع عنه وتعرف عنه وتقرا عنه، الرب يسوع لما سالوه انت جيت ليه؟ قال اما انا فقد اتيت ليكون لهم حياه وليكن لهم افضل. الله جه وجاي النهارده عشان يتقابل مع كل واحد واحده فينا، عشان يعطيك حياه وكمان يعطيك افضل. دايما بحزن لما بقابل حد واقول له عامل ايه؟ يقول لي اسيس ايامه بتعدي، ايامه بتعدي، وكأن الحياة أيام وبتعدي. أنا عايز أقولك النهاردة، ربنا ما جاش عشان حياتك تبقى أيام وبتعدي، ربنا ما جاش عشان حياتك تبقى أيام وبتعدي، ربنا جه علشان يعطيك حياة، حياة أبدية، وكمان حياة يقول عنها أفضل، quality life، حياة تخليك سعيد لأنك عايش في محضر الله، عايش في محضر الله. دي الرسالة اللي احنا عايزين نعملها في اليومين ثلاثة اللي جايين دول، هي أنه زي يكون ليك علاقة حية بالله، وهو ده الصلاة، وهي دي الصلاة. الصلاة مش مجرد طقوس وفرائض طلعنا بيها واحنا صغيرين، وفي المجتمع الإسلامي اللي احنا كبرنا فيه اتعلمنا كده. الصلاة مش كده، الصلاة علاقة مع الله الآب، الصلاة هي علاقة إنسان بيحب هذا الإله. ولما سأل واحد من التلاميذ انت بتحب نحب المسيح ليه؟ أنا لو سألتكم نحب المسيح ليه؟ إيه اللي يخلينا نحب ربنا؟ ايه اللي يخلينا نحب ربنا؟ واحد ممكن يرفع ايده يقول انا احنا بنحب ربنا لانه هو اللي خلقنا، احنا بنحب ربنا لانه هو اللي فدانا، احنا بنحب ربنا لانه هو اللي بيرعانا. لكن الرسول يوحنا يرد رد رائع جدا، يقول يا جماعه انتوا عارفين نحن نحبه، نحن نحبه، ايوه انا بحبه، ايوه هشهد قدام العالم كله انا بحب الرب يسوع، بس مش بحب الرب يسوع عشان اداني الحاجات دي، انا بحب الرب يسوع لانه هو احبني اولا. وأعظم حاجة تروح بيها النهاردة تقابل بيها العالم كله إن ربنا بيحبك. قد تكون عايش في مجتمع ما بيحبكش، قد تكون عايش في عيلة ما بتحبكش، قد تكون كبرت في مجتمع مختلف تماما، لكن الحاجة الوحيدة اللي تقدر النهاردة تروح متأكد منها زي ما الرسول بولس قال الذي أحبني. انت محبوب جدا وانت محبوبة جدا لأن الله نفسه بيحبك. افتحوا معايا لو معاكم كتبكم المقدسة، او لو مش معاك كتابك المقدس افتح your holy phone، او على اقل تقدير الهولي سكرين، اي حي اي هولي من دول. انا عندي اقتراح ليكم، صحيح مش كلكم عندكم كتب مقدسة في البيت؟ امين صح. حط السيلفون بتاعك تحت البايبل عشان بكره وانت جاي الاجتماع واول ما تدور العربيه تقول اخ انا نسيت التليفون، ترجع جاري تجيب التليفون والكتاب. لا بجد تسعي مره تسمعوا عن اسيس اسمه لبيب مشرقي. اسيس لبيب مشرقي كان من اعظم اسسنا في التاريخ. يعني مره راح زار واحده ست وقال لها يا ستي، بعد ما خلص الزياره يعني قال لها يا ستي عندك كتاب مقدس؟ فزعلت قوي قالت له ايه ده اللي انت بتقوله ده؟ طبعا انا ست مسيحيه، طبعا عندي كتاب مقدس. قال لها طب من غير زعل هاتيه.
فدخل الست بيقول يعني كان بيحكي لنا القصه دي، بيقول كانت ست قصيره قوي دخلت وبعد خمس دقائق رجعت ورجع عماله تضحك وهي ماسكه الكتاب. فبيقول لها بتضحك على ايه يعني، ايه اللي بيضحكك قوي كده؟ قالت له تصور اصل النضاره بتاعتي كانت ضايعه بقى لها ست اشهر. لقيتها هنا. انا عارف ان اغلبنا عندنا كتب مقدسه بنحب نحطها تحت المخده عشان ما يجيلناش نايت مير، وفي ناس بتحب تحطها في العربيه عشان العين لو جايبين عربيه جديده، صح؟ وبنحب واغلبنا لما كنا في مصر انا افتكر كويس قوي كل بيت كنا نخشه حتى بيتنا في اوضه الصالون عشان الضيوف لما يخشوا يلاقوا كتاب، صح؟ افتحوا معايا كتبكم المقدسه في انجيل لوقا اصحاح 11. انجيل لوقا اصحاح 11 من عدد واحد بيقول كده: واذ كان يصلي، بيتكلم عن الرب يسوع، واروع مثل بيدهولنا الكتاب ان الرب يسوع وهو على الارض برغم ان هو الله لكنه الاقنوم المتجسد كان بيصلي للاب. لما فرغ قال واحد من تلاميذه: يا رب يا رب علمنا ان نصلي، علمنا ان نصلي كما علم يوحنا أيضا تلاميذه. فقال لهم: متى صليتم؟ فقولوا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، أعطنا كل يوم، واغفر لنا خطايانا لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. إيه رأيك لو غمضت عينيكي وغمضت عينيك في لحظة وقول له: يا رب كلمني. قول له: يا رب أنا عارف الصلاة الربانية. هشام هيقول لنا إيه جديد عن الصلاة الربانية. قول له: أنا عارف، أنا عارف كل حاجة، بس أنا عايزك تدي النهاردة كلمتك سلطان يشيل كل قشور عن عينيا ويشيل كل غشاوة على قلبي، عشان عينيا تتفتح يا رب فأشوفك، وقلبي يتفتح فيعرفك أكتر. يا رب علمني إزاي أكلمك، علمني أقول إيه. يا رب إحنا جايين نقف قدامك النهاردة رب متكلم وسامعين، وكلنا يا رب في أحوج الأوقات لكلمة منك، كلمة تغير، كلمة تشفي، كلمة تحرر، كلمة يا رب تفتح عينينا فنرى عجائب من شريعتك. يا رب كل كلمة، ادي يا رب كلمتك سلطان تخترق يا رب كل نفس فينا. حرر يا رب، اكتب أسامي جديدة في سفر الحياة يا رب. ما تسمحش ان النهاردة يكون مجرد اي لقاء، لكن النهاردة يا رب يكون لقاء بيكتب في التاريخ، في تاريخ حياة كل واحد فينا، ان احنا النهاردة اتقابلنا مع ملك الملوك ورب الأرباب في اسم المسيح، آمين. لوقا بيكتب لنا ان واحد من التلاميذ سأل المسيح وقال له: يا رب علمنا كيف نصلي. وفي انجيل متى يحكي لنا متى من وجهة نظر تانية ويقول لنا في متى 5 انه الرب يسوع طلع على الجبل، وكأنه النهاردة تخيلوا كده المنظر ان احنا النهاردة مع الرب يسوع على الجبل في كليفلند. النهاردة احنا بعيد عن العالم، العالم كله برا، احنا النهاردة قاعدين معاه. ويقول الكتاب حاجة رائعة جدا، بيقول: ولما رأى الجموع، ولما رأى الجموع تحنن وفتح فاه وعلمهم. أروع ما في الموعظة على الجبل إنها بتعبر عن حنان الرب لكل واحد واحدة فينا. الرب يسوع لما رأى الجموع جعانة أكلها، لما لقى الجموع مرضى شفاها، لما لقى الجموع فيها شياطين أخرج الشياطين. لكن في المرة دي الرب يسوع لما رأى الجموع ما لقاهمش محتاجين لشفاء ولا الأكل، لكن لقاهم محتاجين إنهم يسمعوا كلمة الحياة. وعايز أقولك النهاردة كل ما قلبك هيكون مشتاق إنك تسمع كلمة الحياة ربنا هيكلمك، لأن ربنا بيدور على القلب المشتاق اللي نفسه يسمع. لما رأى الجموع تحنن وفتح فاه، وابتدى يعلم التلاميذ ويعلم الجموع التطويبات، ودخل بعد التطويبات في أمور تانية. وفي متى 6 قدم لنا المسيح 3 حاجات مهمة جدا في حياة أي إنسان مسيحي. اتكلم عن العطاء، واتكلم عن الصوم، واتكلم عن الصلاة. ولما تقروا متى 6 وتقروا 3 أجزاء دول
الحاجة اللي تلفت نظرك فيها كلمة وأما أنت متى صليت، وأما أنت متى صمت، وأما أنت متى صنعت صدقة. وكأن الله بيقول لك النهاردة أنت يمكن عشت في مجتمع وسنين في, في, في كنائس، طلعت في مجتمعات بيصلوا بطريقة معينة، بيصوموا بطريقة معينة، بيقدموا عطايا بطريقة معينة، لكن بعد ما تعرف المسيح، بعد ما تعرف المسيح أنت بقيت مختلف، أنت بقيتي مختلفة. إذا الناس كلها بتعمل كده، لكن أما أنت متى صمت، صوم بطريقة مختلفة. أما أنت متى قدمت تقدمة، قدمها بطريقة مختلفة. وأما أنت متى صليت، أدخل مخدعك واغلق بابك وصلي إلى أبوك. وأنا النهاردة هركز بس على فكرة الأبوة بتاعت الله. يقول وأما أنت فتى صليت فادخل مخدعك واغلق بابك وصلي إلى أبوك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى. وهنا لما تقرا الوحي تقف كده وتقول له بس اكسكيوز مي، في غلطه في الكتاب المقدس، في غلطه كبيره قوي هنا في اللغه العربيه. ليه يا عم؟ ايه الغلطه اللي هنا؟ يقول لك انت داخل تعمل ايه؟ تصلي. يبقى انت مفروض بتعمل ايه؟ بتتكلم. يبقى مفروض ربنا يعمل ايه؟ صح صح. لكن الوحي ما قالش كده، الوحي ما قالش كده، قال اما انت متى صليت فادخل الى مخدعك، اغلق بابك، انفصل تماما عن العالم اللي حواليك وصلي الى ابوك، لان هي دي العلاقة اللي بتربطنا بالله. وابوك الذي يرى ما يسمعش. احنا حين كتير بنفتكر ان الله بيقعد يسمع الكلمات، عشان كده عندنا ناس كتيرة، عندنا ناس كتيرة مثلا ايه، زمان لما ابتديت صغير في الايمان كان الناس تقول يا رب نشكرك من اعماق القلب، صح؟ تفتكروا الكلام ده دايما، يا رب نشكرك من اعماق القلب. وبعد 30 سنة خدمة بقى الواحد يقف يصلي يقول له يا رب نشكرك من اعماق 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 القلب. ما عارفش رايحة فين الاعماق دي، هتاخدنا لغاية فين يعني. قضية ان ربنا ما بيهتمش بالكلام اللي بنقوله. رب يسوع كان دقيق جدا في الكلام اللي بيقوله، بيقول في ابوك الذي يرى، أبوك الذي يرى أشواق القلب يجازيك علانية، أبوك الذي يرى جروح القلب يشفي جروح القلب، أبوك الذي يرى احتياجات القلب. الله لما بتخش إلى محضره وتصلي له، الله بيبص في قلبك مش بيسمع كلماتك. ده الحاجة اللي عايزين نتأكد منها النهاردة، إن ربنا ما بياخدش بالكلام، ربنا ما بيضحكش عليه بالكلام. لما تكون زعلان مثلا، واحد فيكم زعلان، بيت زعلان ولا بيت زعلانه، وتيجي تصلي بقى، طبعا عشان احنا مؤدبين اول ما نبتدي الصلاه واحنا مؤدبين نقول يا رب احنا ايه، بنشكرك يا رب، اشكرك اشكرك. ربنا يقول لك ما بيكرش معايا الكلام ده، قلبك مكسور. لما تخش في محضر الله اكشف قلبك قدام الله، لانه ابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على نيته. بعد كده قال لهم ومتى صليتم فقولوا أبانا. في حد فيكم ما بيقولش الصلاة الربانية لأي سبب من الأسباب؟ كلنا بنصليها. عايز أقول لكم حاجتين عن الصلاة الربانية. الصلاة الربانية عشان تبقى صحيحة ما ينفعش تتقال غير لو أنت متأكد أن الله أبوك وأنت ابنه. ففي كل مرة بتقوله يا أبانا أنت بتقوله يا رب أنت ليك كل الحق كأب، وانا علي كل الحق للطاعه كابن. برغم ان احنا بنقول ابانا الذي دي عشان نختم الاجتماع، صح؟ احنا اول ما يقولوا لنا اقفوا هنقول ابانا الذي، نعرف ان الاجتماع بالمصري نقول بلش، باللبناني بلش يبقى لسه هنبتدي، لا بس يعني احنا بنبلشها بنختمها بالصلاه، صح؟ في كل مره تذكر انك كل مره بتقف تقول له يا ابانا، انت بتقول يا رب انا مصدق انك انت ابويا وانا ابنك، انا مصدق يا رب وانا بخضع تماما لسلطانك كالاب. حاجة تانية المهمة قوي اللي في كل مرة بنصلي الصلاة الربانية، لما انت بتقول له ابانا معنى كده ان احنا كلنا ايه؟ اخوات، اخوات. أرثوذكسي كاثوليكي بروستانتي إخوة معمداني جريك أرثوذكس لاتين أرثوذكس مش عارف أرمن واتفر، أنا جاي من انهي طايفة النهاردة، في كل مرة أنا بجرؤ إن أنا أقول له يا رب أنت أبويا، أنا بعترف إن كل اللي قاعدين جنبي إخواتي.
عشان كده الرب يسوع في الموعظة على الجبل وبالذات في الصلاة الربانية الحاجة اللي أكد عليها مرتين في حتة الغفران لما قال له واغفر لنا كما نغفر نحن أيضا. المصيبة بتحصل إن أنا بقف بكل جرأة وأقول الصلاة الربانية وأقول له واغفر لنا وأنا مش قادر أغفر لأخويا اللي قاعد جنبي، أو أنا مش قادر أسامح أختي اللي غلطت فيه. وأكبر معوق للصلاة هو أنك تكون واقف تصلي وجواك عدم غفران وعدم مسامحة للي حواليك. عشان كده الصلاة الربانية مش مجرد تكرار إحنا بنقوله، وده اللي ضيع معناها. إحنا مش قادرين ندرك معنى وقدرة وقوة الصلاة الربانية. لكن عشان ما أطولش عليكم زي ما وعدتكم، أنا عايزة أخدك بس الحتة السؤال اللي عايزك تسأل نفسك وتسألي نفسك فيه النهاردة، يا ترى الله أبوك ولا لأ؟ يا ترى اختبرت إنك تبقى ابن الربنا ولا لأ؟ ما تقوليش يا أسيس أنا مسيحي، أنا اسمي صليب، أو أنا دقق على إيدي صليب، أو أنا لابسة على صدري صليب. بصوا يا جماعة أنا بقولها لكم على بلاطة، دي مش دي أول مرة ليا في كليفلند وممكن تكون آخر مرة، بس أنا it's fine. أوكي؟ أعادك في الكنيسة ما يعملكش مسيحي، كونك اتولدت في بيت مسيحي ما يعملكش مسيحي، كونك لابسة صليب ما يعملكيش مسيحية، كونك دائق على ايدك صليب ما يعملكش مسيحي. اللي يعملك مسيحي انك تقبل المسيح مخلص شخصي في حياتك، حينئذ تصبح ابن لله ويكون المسيح اخوك البكر. اعظم آية في وجهة نظري في الكتاب المقدس، اعظم آية انا بحبها جدا، يوحنا 1:12 لما بيقول كده، واما كل الذين قبلوه، كل الذين قبلوا المسيح من كل طائفة من كل دين من كل أمة من كل لسان، اما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله. ولما تبقى ابن لله تقدر تقول له يا ابويا، يا ما ناس بتقول له يا ابانا وهو يقول له ما عرفكوش. انت بتقول يا بابا ليه؟ عمرك رحت كده مكان والناس يجي تقول لك بابا وانت تبص له الواد يجري، لان خلاص اكتشف يمكن ظهرك كان زي ظهر ابوه، لكن اول ما بيشوف وشك لا مش انت، او انت تبص له تقول ابني ابوك منين، انا اعرفك منين، صح؟ ربنا ساعات كتيره بيبص لناس كتيره عمال تقول له يا ابانا يا ابانا، اقول له انا ما اعرفكوش. لانه الحاجه الوحيده اللي تخليك ابن لربنا هو انك تقبل المسيح مخلص شخصي في حياتك. الحاجه الوحيده هو قال كده، اما كل الذين قابلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. هو ده الاختبار اللي لازم كل واحد فينا النهاردة يكون متأكد إنه اختبر هذا الاختبار، إنك قبلت المسيح وإنك اتنقلت من الموت للحياة. أنا بيقابلني ناس يقولي أساس أنا مش متأكد إذا كنت اتنقلت ولا ما اتنقلتش، أنا مش عارف إذا كنت مؤمن ولا مش مؤمن. طب افرض قبل ما أموت بربع ساعة عملت خطية، هروح السماء ولا مش هروح السماء؟ ما يمكن قبل ما أموت وأعمل خطية وديني جهنم. كل دي أكاذيب زرعها إبليس في دماغ الناس عشان تبعد عن ربنا. في حد مش عارف إذا كان ميت ولا عايش؟ بصوا يقول الكتاب كده، بهذا نعرف أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة. ما تقدرش تقول أنا مش عارف إذا كنت ابن ربنا ولا لا، ما تقدرش تقول أنا مش عارف إذا كنت بنت ربنا ولا لا، ما حاجة من اتنين، يا أنت هنا يا أنت هنا، ما فيش نص. يقول الكتاب بمنتهى الوضوح، بهذا نعرف أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة. وده الحاجة دي المعجزة الكبيرة اللي بيعملها المسيح، دي أعظم معجزة بيعملها المسيح، إنه بينقلنا من الموت للحياة. عندنا ناس هنا دكاترة وكلكم ناس خلفتوا عيال، كلنا عندنا في أي حتة في العالم في مكتب للصحة عنده دفتر مواليد ودفتر وفيات، صح؟ لما الواد يتولد ولا البنت تتولد بنروح نأيده في دفتر المواليد، لما واحد بيموت ينقلوه من دفتر المواليد يحطوه في دفتر الايه؟ الوفيات. الا مع المسيح هو الوحيد اللي بياخد من دفتر الوفيات ينقله الى دفتر الحياة، لانه رب الحياة. فالنهاردة كل واحد واحدة فينا لازم يكون متأكد انه اتنقل من الموت للحياة. اما كل في اللحظة دي تقدر تصلي صلاة ربانية وانت تقول له انا متأكد انك ابويا، انا مش بشحت منك، انت ابويا، انت ولدتني، النعمة ولدتني. يقول كده كتاب، لانكم بالنعمة by his grace انتم مخلصون بالايمان،
وذلك ليس منكم، هو عطية الله. النهاردة تقدر تمد ايدك وتاخد العطية دي، حتى لو كانت حياتك مليانة خطايا، حتى لو كانت حياتك كانت بعيد. في يوم من الأيام، اختم لكم بالقصة دي، تقروا عنها في لوقا 15. في يوم من الأيام أب كان عنده ولدين، بس الولدين دول تاهوا، واحد تاه بره البيت والتاني كان تايه جوه البيت. الواد الصغير، واد ما عندوش دم، ما عندوش رباية زي ما احنا بنقول، راح لابوه هو عايش، قال له انا زهقت، مش عايز اعيش معاك، مش عايز اعيش معاك، انا عايز اعيش حر. احنا جينا امريكا بلد الحرية، احنا مش عايزين حد يقعد يقول لنا اعمل وما تعملش واخرج وما تخرجش ورحت الساعة كام وجيت الساعة كام، انا عايز ابقى حر. مش هذه الحرية اللي بيقدمها العالم؟ مش هذه الحرية اللي بيتحكوا بيها على اولادنا في المدارس؟ مش هذه الحرية اللي ابليس دايما بيحاول يقدمها لنا؟ انت حر، انت سيد نفسك، انت رب نفسك، انت ربنا بتاعك، انت مش محتاج اله يقول لك انت رايح فين وجاي منين. حد فيكم عاش مشاعر الاب دي، انك ابنك بيخرج قدام عينيك من البيت؟ مشاعر قاسيه جدا، احنا بنقراها يعني بنقراها فقسم لهم معيشته، كان الامر كان بمنتهى البساطه، الامر ما كانش بمنتهى البساطه، الامر خد مشاعر اب مجروح. اب قدم كل حب لاولاده لابنه، اب قدم كل ما عنده لابنه، اب بيقول له ده كل ما عندي ده بتاعك انت، ومع هذا الابن بمنتهى الجفاء اللي في الدنيا قال له انا عايز امشي، انا عايز امشي. زي ما ناس فينا كتير النهارده لسه ما اتقابلتش مع الاب وسايبه بيت الاب الاب وهربانه، سايبه بيت الاب الاب وهربانه. وخرج وراح فيجاس وباع اللي وراه واللي قدامه، صوت الماشينز وهي بتنزل كوينز كانت حلوه قوي في الاول، واو واو هكسب المره الجايه، هكسب المرة الجاية، هكسب حط المرة الجاية، هكسب المرة الجاية، خلصت يا عم كل اللي معاك، نشكر ربنا من اجل الكريدت كارد، طب ابيع العربية، طب ارهن العربية، طب ارهن البيت. فجأة فجأة كل ما عنده راح، كل ما عنده راح. وقد تكون انت النهاردة في هذا الموقف، كل ما عندك راح، حطيت امالك في الشغل والشغل راح، حطيت امالك في الممتلكات والممتلكات راحت، حطيت امالك في العيال والعيال مشيت. عندنا في كاليفورنيا النهاردة الساعة 3 الصبح كان في ايرثكويك 5:30 حاجة كده، يعني كان برضو صعب شوية. وانا دايما بقول لهم انا اتحدى واحد وهو في وقت الايرثكويك بيبقى اصعب 30 ثانيه في الحياه. ربنا ما عرفش توري حد فيكم مر بالايرثكويك ولا لا، لكن لما تمر بايرثكويك هزه ما يعلم بها الا ربنا. انا اتحدى واحد في وسط هزه الايرثكويك دي كان فاكر الشهادات بتاعته المتعلقه على الحيطه، او فكر انا عندي حساب قد ايه في البنك، او فكر انا عندي العمارات هعمل. ولا حد، ولا في هذه الثلاثين ثانيه اللي ما بتبقاش عايزه تمر، ولا حاجه من دول بتخطر في بالنا. بيخطر في بالك حاجه واحده بس، يا ترى انا هعيش ولا مش هعيش؟ الابن ده ضيع كل ما عنده، ضيع كل ما عنده، لكن الابن ده عمل قرار. انا بصلي ان كل واحد واحده فيكم النهارده يقدر ياخده، ده اللي هنصلي عشانه مع شريف الفتره اللي جايه. الابن ده قال ان شاء الله هبعت تكست تو ماي داد واقول له هاي داد would you accept me if I come back. ما حصلش كده. الولد ده قال قرار حاسم، اقوم وارجع. الابن ده ما افتكرش حاجه خالص من اللي ضاعت منه غير حضن الاب. واللي فينا فقد ابوه امه او فقد ابوه، كم واحد فينا بيشتاق في يوم من الايام يروح يرمي نفسه في حضن ابوه، حتى لو ابوه كان مش متعلم ولا كان صح لينا اباء الارضيين حتى لو كانت بكل غلطاتهم، لكن كلنا في وقت من الاوقات بتشتاق انك تروح ترمي نفسك في حضنه. الابن ده بعد ما ضيع كل حاجه افتكر حاجه واحده بس، افتكر ان في اب بيحبه، في اب عايزه يرجع، في اب واقف منتظره. قال اقوم وارجع وارجع الى ابي. الاب ده كان عنده عينين رائعة جدا، يقول الكتاب وإذ رآه من بعيد. يا أشكرك يا رب، قول له أشكرك يا رب، أشكرك يا رب، لأن أنا في الوقت اللي كنت تايه فيه تعبان مترب ريحتي زفت وكل حياتي غلط، أنت كنت واقف عينك عليا، عينك عليا. شفتوا قلب، شفتوا عينين الآب السماوي بتبص عليك النهاردة، بتبص عليك النهاردة، بتبص على كل واحد في عينيك، تقول لك أنا واقف من بعيد مستنيك.
لكن مش بس عينيه، رجليه. يقول كده لما رأى من بعيد ركض. ركض، هو اللي جري عليه، هو اللي بيجري عليك النهاردة، هو اللي بيجري عليك النهاردة. من أروع الصور اللي أنا بحبها اللي بتتباع في مكتبة المحبة، وأغلب إخواتنا في الكنيسة الأرثوذكسية كل لما أخش بيت ليهم علقنا صورة المسيح واقف على الباب بيقرأ، صورة كلنا بنموت فيها. بس خد بالك إنه مش هيفضل يخبط عليك فوريفر، مش هيفضل يخبط عليك فوريفر. ركض لما رآه من بعيد، ركض. عينيه كانت عليك، رجليه بتجري عشانك، قلبه كان متشحتف عليه، قلبه يقول كتب. ولما رآه من بعيد تحنن. حن، بيحن عليك، بيحبك. فينا ايه يتحب؟ ما اعرفش. انا حين كتير بقف قدام المرايه الصبحيه اقول له فيا ايه يتحب؟ لا شكل ولا اسم. في حد يسميه هشام؟ حاجه امي دي مش عارف يعني، ربنا يباركها عارف. فلا شكل ولا اسم، لكن حبني، بيحبني. اشكر ربنا بيحبني. لما رآه من بعيد تحنن وراح وخده في حضنه. عارفين يعني ايه خده في حضنه؟ عارفين يعني ربنا عايز ياخدك في حضنه النهارده. وبالنسبه بقى اللي بيضحك عليك وبيقول لك ان الحياه بالاعمال، لو كان بالاعمال كان الاب ده قال لابنه ايه؟ لا 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 لا، بعيد 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 بعيد، خش استحمى وتنظف وبعدين تعال اخدك في حضني. حصل كده؟ ابدا. كان ربنا عايز يقولك النهارده انا عايز اخدك في حضني، بخطاياك، بماضيك، بكل ما فيك، بكل ما فعلته الخطيه فيك. تعالى بس ارمي نفسك في حضني وسيبني انا انظفك، سيبني انا اغسلك، سيبني انا اديلك حذاء جديد، سيبني انا اديلك لبس جديد، سيبني انا اديلك خاتم جديد. هذا هو الاله العاطي اللي برغم ان احنا عوجنا المستقيم لكن لم نجاز عليه، لان هو وضع عليه اثم جميعنا، وخد الابن في حضنه وغيره زي ما هو النهارده عايز ياخدك في حضنه ويغيرك. عايز ياخدك في حضنه. قد تكون تعبان وقلبك مكسور. دايما بقولهم في الكنيسة انا بشكر ربنا من اجل الطب. لو دراعك اتكسر، عندنا اخ دراعه مكسورة هو ورا، تقدر تروح اي مستشفى شاطرة يحط لك جبيرة. واحد تاني رجله مكسورة، تقدر تحط رجلك. يعني نشكر ربنا ريهاب سنتر هنا. الطب يقدر يعمل كده. لكن المشكلة الوحيدة لو قلبك مكسور، لسه الطب ما قدرش يوصل لجبيرة للقلب. بس ربنا النهارده يقدر يكبر قلبك المكسور. ربنا النهارده يقدر يشفي كل جرح موجود جواك. خد الابن في حضنه ورد له كرامته ورد له اعتباره. فضلت المشكله مع الواد الكبير المتدين. واوعى تكون متدين، ربنا مش عايزك متدين، ربنا عايزك مؤمن. فرق رهيب بين الاثنين. المتدين يهمه الشكل، المتدين يهمه انك تتوضى، لكن المؤمن يهمه انك تتنقى. فرق رهيب بين الاثنين. العالم عايزك تتوضى من بره، العالم عايزك تغتسل من بره، العالم عايز يبقى شكلك من بره حلو، لكن الله ما يهموش شكلك من بره ايه، الله يهمه قلبك من جوه شكله ايه. الواد الكبير كان متدين، كان متدين، كان متدين، بس ما كانش عنده حب للآب. يقول له ها أنا أخدمك. كان عايش في البيت بمفهوم العبد مش بمفهوم الابن. ها أنا أخدمك سنين عديدة وحتى حتة خروف ما طلعش من ذمتك، ده العبد. لكن الأب يقول له يا ابني كل مالي حولك، حولك. ربنا النهاردة مش عايزك تبقى متدين. زي ما قلت لكم قعادك في الكنيسة ما يعملكش مسيحي، كونك اتولدت في بيت مسيحي ما يعملكش مسيحي. زي ما بالظبط لو حضرتك رحت النهاردة بيتت في ماكدونالد مش هتصبح همبرجر، لو بيتت في الجراج مش هتصبح عربية، لو قعدت في الكنيسة طول عمرك مش هتعملك مسيحي. لكن النهاردة تقدر تروح ترمي نفسك في حضن الآب، تسيبه ياخدك في حضنه، تسيبه يغسلك من خطاياك،
تسيبه يغفر ماضيك بالكامل ويديك قلب جديد ويديك حياة جديدة. دقايق اللي جاي أنا نفسي الفريق يطلع وانت مغمض عينيك اسمعوا مع شريف وانا هنزل تحت لو حد يحب ان انا اصلي له، لو حد عايز ياخد خطوه جديه في حياه انا هاجي اقف هنا، لكن شريف هيجي يقودنا في الدقائق اللي جايه في الصلاه. بس نفسي نقول له بالاحضان الابويه قلبك بينادي عليا، ارجع واتمتع برضاك عني هناك في المحبوب. اوعى تنسى ان المسيح دفع الثمن عشان انت ترجع للاب. اوعى تفضل النهارده قلبك مكسور، اوعى تفضل النهارده عايشه في خطاياك. النهارده يوم حريه، النهارده يوم فكاك، النهارده يوم ربنا عايز يروحك حر، النهارده ربنا عايز يروحك ما تناميش ودموعك على المخده، الرب النهارده عايز يروحك وانت رافع راسك تقدر تقول خطاياي محاها الدم، ابليس ملوش اي سلطان عليا. تعال النهارده، تعال النهارده ارمي نفسك في حضن الاب، ارمي نفسك النهارده في حضن الاب وسيب الله، وسيب الله يتعامل معاك. قول له رب أنا هرجع، هرجع واتمتع برضاك في المحبوب. مهما كانت خطايا سنيننا اللي فاتت، عمري اللي انقضى في أنيني، دقت مرار البعد، أسيت واتمنيت أرجع ليك. ارجع النهاردة، ارجع النهاردة للآب الحنان. خلونا ناخد الفترة اللي جاية في الصلاة مع شريف ومع الترنيم، وأنا هقف تحت لو حد حب إن أنا أصلي. بيسألك السؤال ده، ماذا تريد أن أفعل بك؟ يا ترى أنت عايز إيه من ربنا النهاردة؟ أنت جيت النهاردة أو تتفرج علينا في الكارما وعايز إيه من ربنا؟ ماذا تريد أن أفعل بك؟ والسؤال والرد كان قوي جدا ما يحتملش الشك. قال له يا سيد أريد أن أبصر، أنا عايز أشوف، أنا عايز أشوف النهاردة، عايز اشوفك يا رب. امين. نفسي كلنا نصلي. معرفش انت النهارده اني واحد في الاثنين اللي كنا بنسمع عنهم. هل انا بره البيت؟ هل انا بعيد؟
وجاء الوقت اللي أقول له يا رب دلوقتي أقوم وأعود إليك، مكاني مش برة، مكاني جوه البيت. لو كان حالك كده أرجوك تعالى قدام وصلي، تعالى قدام لأي حد من الخدام وصلي. مفيش حاجة أهم من أبديتك، مفيش حاجة أهم من أنك تفكر أنا رايح فين بعد ما سيب الدنيا دي هنا. مفيش حاجة أهم منك تكسب علاقتك مع المسيح، مفيش حاجة أهم منك غير أنك تقبل الدعوة دي. هنسمع الترنيمة اللي جاية وبتقول الرب قريب، الرب قريب، قريب منك قوي لمن يدعوك. الرب مش بعيد يا جماعة، الرب موجود وحاضر. مش هتصدق الرب قاعد على الكرسي اللي جنبك، الرب قاعد على الكرسي اللي جنبك. يمكن بيحط ايده على كتفك دلوقتي بيقول لك تعالى تعالى انا عايزك. الرب قريب لمن يدعو. خلينا نسمع الكلمات دي وقبل الدعوة. ارجوك ارجوك خد حياتك مع ربنا بجد بجد. لما بقدم على شغل جديد ببقى واخد الموضوع بجد قوي، لكن دلوقتي اهم مليون الف مرة من يكون بقدم على شغل او ان انا اكون بذاكر الامتحان، ده انا بقابل رب المجد ملك الملوك ورب الارباب وبيسألني ماذا تريد ان افعل بك، عايز اعمل ايه النهاردة معاك. اذا كنت بتتفرج علينا في الكارما وقاعد ارفع الكلمات دي، يا رب اريد ان ابصر. خلونا نسمع الكلمات التانيمة. ارجوك صلي صلي، غمض عينيك وصلي. عايز تصلي مع اللي جنبك صلي معاه، عايز تيجي قدام تصلي مع اي حد من الخدام تعالى، لكن ما تقعدش تتفرج. ده مش وقت سكوت، ده مش وقت سكوت، ده وقت تنفيذ، وقت حركه، وقت قرار، وقت قرار. اقوم اقوم الان، اقوم الان، اقوم يا رب الان، الان وقت مقبول الان يا رب. ليمسح دمعة عن كل قلب.
ممثل ولا مع حد طلع كده في اي برنامج مره وببقى سعيد قوي وبحطها على الفيسبوك وببقى في منتهى السعاده ان انا هو ما يعرفنيش ولا هيعرف اسمي بعد كده ولا هشوفه تاني، لكن سعيد ان انا مجرد ان انا كنت قريب من الشخص ده اللحظه وعرفت اخد معاه صوره. طب انا قريب من ربنا ملك الملوك ورب الارباب، صح؟ تعالوا ناخد سيلفي مع ربنا دلوقتي، تعالى نقول له يا رب انت قريب مني. يخسرها يتعدي عليا الوقت ده وابقى موجود في المكان ده وما اتكلمش معاك وما اتصورش معاك وما اقولكش يا رب على اللي جوايا. امين. نفسي الوقت ده ما يعديش من غير ما واحد فينا ما يصليش. امين. مش عايز اصلي بصوت عالي، انا عارف ان في ناس ساعات فينا بتتكسف ومش عايزه تصلي ولا حد يسمعها وهي بتتكلم ومش عارفه تقول ايه، مش مهم، لكن كل اللي انت عايزك تقوله يا رب انا بحبك يا رب، انت غالي عليا قوي يا رب، انت اله طيب وحنون يا رب، الايام اللي فاتت كلها تشهد عن صلاحك. امين. حتى لو كانت حياتي ملخبطه الايام دي مش مهم، انت بتبص عليه هو، انت بتقول يا رب انت بتتغيرش، يمكن ظروف بتتغير لكن انت ما بتتغيرش. امين. تعالوا كل واحد فينا كده ياخد وقت مع ربنا، خد سيلفي مع ربنا. امين. ممكن تصلي مع اللي جنبك مش عيب، لو عايز تصلي معاه صلي معاه، لكن صلي بأي شكل بأي طريقة بأي كلام يتقال مش مهم الطريقة، المهم انك تصلي معي. أرجوك أرجوك غمض عينيك وصلي، قول له يا رب يا رب أنا بشكرك لأنك قريب، يا رب أنا بشكرك لأن ذراعك قوية وممدودة، بشكرك يا رب لأنك بتحبني، أنت أحببتني يا رب إلى المنتهى، أنت أحببتني يا رب إلى المنتهى، يا رب أنا عوقت المستقيم، يا رب أنا أحزنت قلبك. أرجوك صلي. أنا هسكت، كلنا كده هنسكت لدقيقة، بس ما تبقاش فترة صمت لكن تبقى فترة كلام بينك وبين ربنا. مش عارف تقول له إيه لمدة دقيقة واحدة، فكر تقول له كده، عاوز تقول له إيه أنت دلوقتي بينك وبين ربنا. من فضلك ما تسكتش، لو حتى لو أنت في الكارما بتتفرج علينا في البيت صلي صلي اللي على قلبك، قوله ربنا. كلامك بسيط مش مهم، الرب عايز يسمع اللي عندك.
رب قريب. حتى لو في حاجة تعباك قول يا رب أنا تعبان، قول له يا رب أنا محتاج لك، أنا يا رب باجي وترمي عندك، أنا يا رب بقبل دعوتك النهاردة. النهاردة يا رب بقبل دعوتك، زي ما قاله كده يا زكا أسرع وانزل، تعال بسرعة ما تتأخرش، لأن أنا بودي لك دعوة. أنا النهاردة هاجي وهدخل البيت عندك، هدخل بيتك النهاردة وهقيم علاقة معاك ومع عيلتك مع ولادك. يا رب مبارك أنت. عارفين عروس النشيد لما كانت بتدور عليه وأول ما لقيته عملت فيه إيه؟ الكتاب يقول أمسكت ولم أرخيه، يعني ما رخيتش إيدي، مسكته وتبت جامد فيه. نفسي أو النهاردة كل واحد فينا يمسك في ربنا ويتبت جامد فيه، امسك جامد فيه، قول يا رب أنا باجي النهاردة وبمسك فيك ومش هرخيك يا رب. لأني وجدت من تحبه نفسي، لقيتك يا رب، لقيتك. دورت على ناس كتيرة قوي، حفرت أبار مشققة لا تضبط ماء، لكن فجأة لقيت الماء الحي اللي بيشرب منه لا يعطش أبدا. همسك فيك ومش هرخيك يا رب، عشان يوم رب ما همسك فيك، يوم ما هتدخل حياتي مش هيكون في ظلمة تاني، مش هيكون في ظلام للي عايش معاك يا رب. نور حقيقي، نور يضيء للظلمة، نور يضيء في الظلمة. مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك يا رب. في الكلمات اللي هنسمعها دي دلوقتي، ثق ان الرب اللي انت طلبته واللي انت ترجيته واللي انت صليت عشانه هيدخل وهيضيء البيت بنور. هيكون سلام يترك لكم، سلام يعطيكم. ليكن ظلام للي عايش جوا دي.
مين هنا من العراق؟ طب كويس قوي، تحية كبيرة ليكم. ترنيمة بتقول كلامها بسيط، بيقول آمن بالرب يسوع تخلص انت واهلك، ينور بيتك، يفرح ولادك، يبارك لك عمرك. ترنيمة مفرحة وبتقول، بنقول لبعض آمن بيسوع، آمن بيسوع، دخل يسوع بيتك وحياتك. بيقول كمان افتح بيتك، وسع قلبك، عشان بالعراقي يمكن، اعزم اصحابك واحبابك واعبدوا ربك. احنا ده اللي عايزين نشجعكم على افتحوا بيوتكم للصلاة، افتحوا بيوتكم لشركة المؤمنين، خلي يسوع ينور، خلي بيتك كنيسة. امين. نفسي نطلع من الايام دي وفي بيوت كتيرة فينا قررت تفتح البيوت للصلاة والسجود والعبادة. عايزين نقول الترنيمة دي بفرح. Oh.
كتيرة هنكملها معاكم بكرة. أنا أسفة الأسيس هشام طلب ترنيمة بنحبها جدا، أقدر أقوله أبويا بس لو في وقت نقولها بعد ما نخلص تنبيهات. أنا عايزة أعلن لكم تاني عن السي دي الجديد بتاعنا، أوعدكم أنتوا هتسمعوا حاجة رائعة اسمه كلك نور. إحنا جايبين شوية كده، مش عايزين نروح بولا سي دي، and it's just $10. لو حابين تدفعوا أكتر إحنا مش هنتضايق أبدا، وكله بيروح للخدمة، إحنا كلنا volunteers، محدش فينا بياخد أي حاجة، فده رايح للإنتاج. عايزين نصور ترانيم تشوفوها على الساتلايت والسوشيال ميديا، عندنا أحلام كتير قوي قوي، لكن إحنا من خلالكم نقدر نعمل حاجات كتير. So please take some، خدوا هدايا علشان مش بعد ما نمشي نقولوا أخ كنا عايزين، نفسنا كل اللي معنا يخلص. Okay, bless you. احنا دلوقتي مش على الهوا فنقدر نتكلم كده كلمتين ايه ما بيننا ما بين بعض، ما حدش يسمعنا على الهوا. الكلمتين دول افتكروا كلمات مع بعض، اختلاء يساوي ايه؟ امتلاء، وامتلاء يساوي ايه؟ اختلاء. كنا بنقولهم في المنيا لناس بسطة جدا قاعدين في كرة بسطة، بقدر نقدر نقولهم في اوهايو. فاحنا بنقول احنا في مؤتمر صلاه، مش بس بنصلي في الساعتين ثلاثه اللي بنصليهم هنا، لكن يا ريت في بيوتنا الثلاث ايام دول نعمل فيهم ايه؟ نعمل بعد ما نصلي تاني. يبقى نفتكر كلمة ايه؟ اختلاء. ياريت نختلي تلات ايام دولة فيحصل معانا ايه؟ امتلاء. تاني حاجة ياريت ما نختليش لوحدينا، نختلي ايه؟ مع بعض بس بطريقة تانية. بنقول حاجات كده مع بعض انه ياريت تخلي عندك prayer partner. حد انا فاهمين كلنا عشان ما كنت بقول لهم في المليا prayer partner بقولولي ايه؟ فبقول له شريك صلاة، خلي عندك شريك صلاة. فبنقولها هنا في أولايو خليها في prayer partner. البراير partner ده بيساعدك وانت كل يوم بتصلي معاه وبيصلي معاك. وبكرة هنحط رقم تليفون خط الصلاة عشان كمان مش بس يبقى عندك prayer partner لكن عندك prayer partners. تاني حاجة برضو بنقولها مع بعض، خلي في وقت ثابت للصلاة كل يوم. خلي في وقت ايه؟ ثابت للصلاة كل يوم. الصلاة أقوى سلاح ليه؟ الخادم. الصلاة هي المفتاح للخادم اللي عايز يكون عنده خدمة. لو انت عندكم في اوهايو هنا في كليفلاند عايزين يبقى في نهضة، لازم يكون في عندك السلاح والمفتاح وهو الصلاة. قد ايه؟ قالوا في البحث انه في ناس خدام بيصلوا، تفتكروا قد ايه في بعض بحث؟ كم دقيقة؟ 7 دقايق. جي بحث قال تاني 15 دقيقة. جي بقى احسن بحث قال 37 دقيقة. لكن الحقيقة باستور بولشو في كوريا كان عنده رأي تاني. تفتكر باستور بولشو كان بيصلي قد ايه؟ لا علتوها شوية. هو قالها 3 لـ5 ساعات، من 3 ساعات لـ5 ساعات. صعبة؟ لا مش صعبة. عملناها. ايه اللي حصل معانا؟ اتغيرنا. ولما اتغيرنا ربنا غير ناس حوالينا، ولما ناس حوالينا اتغيرنا ابتدينا نروح اماكن تانية ويبقى معانا ناس تانية. فده ايه؟ كلام ما بيننا وما بين بعض. اخر حاجة هقولها عن الصلاة، يا تصلي يا اما تصلي، بس في حاجة كمان، يا اما تصلي يا اما تعتزل. فبقوا يقولوا لي اعتزل ايه؟ قلت له عايز اقول لك حاجه، في ناس بتلعب كوره، ففي ناس بعد ما بتنتهي لعب الكوره بيحصل معاهم ايه؟ بيعتزلوا. ايه الاعتزال؟ يعني يا اما تصلي وتبقى حياتك الروحيه وخدمتك في الكنيسه او اي حاجه عن طريق الصلاه، يا اما تعمل ايه؟ تعتزل الامور الدينيه. وده اللي كان بيتكلم عليه الاسيس هشام، اني مش عايزين نكون في تدين لكن عايزين تكون امور روحيه. اخر حاجه ياريت نفتكر بكره ان احنا نشجع ناس تانية كتير. اللي حصل معانا النهارده يكون بيحصل مع ناس تانية. الهدف مش ان احنا نعمل حاجه مؤتمر صلاه، لكن الهدف ان احنا حيين نصلي. ياريت قبل ما نخرج النهارده اي حد عايز يصلي ما تسيبش الفرصه، ما تسيبش حياتك. مفيش حد يخرج وهو لسه حاسس انه في كده فرق ما بينه وما بين ربنا، او في لسه بعد ما بينه وما بين ربنا. حاجة كمان انه هيكون في فرص للزيارات. اي حد عايز زيارة في البيت، احنا معانا مجموعة خدام وجايين من اماكن مختلفة، في من ناشفيل تينيسي وفي من كاليفورنيا وفي من نيوجيرسي، فمعانا مجموعة خدام كتير. اللي عايز اي زيارة في البيت ياريت ممكن يقول لصامويل
هيقول لصامويل او لإيهاب او لداني مجموعة الخدام المسؤولين من هنا ان هو عايز زيارة في البيت، هيكون عن في فرصة ان احنا نقدر نروح زيارات. ما تحرقش، مش مهم الاكل، مش مهم الشرب، المهم ان البيت يكون مفتوح لايه؟ للصلاة. احنا خلصنا الاعلانات، لكن هنكون بنختم بالترنيمة اللي طلبها الاسيس هشام. وافتكروا الكلمة الاخيرة، احنا في مؤتمر ايه؟ هنعمل ايه؟ وبعد ما نصلي، وبعد ما نصلي صلوا كل حين. امين. يعني النهاردة كان تسخين يعني، مش كده؟ هنصلي اكتر الايام اللي جاية باسم يسوع. معادنا بكرة امتى؟ الساعة 6:30، من 6:30 لسبعة فترة صلاة مفتوحة. اذا عايزين تتفضلوا تشاركونا في الصلاة ياريت. ومن الساعة 7 بالظبط ان شاء الله هنبتدي الاجتماع، عشان كلنا نكون موجودين ونجيب كمان ناس كتيرة. بفكركم بالسي دي، ونسيت اقول لكم ان اخونا زياد، صحيح هو ما جاش المرة دي، بس هو معنا في السي دي، فلو عايزين تسمعوا ترانيم لزياد كمان هو مشترك معنا فيه. تيجوا نقف مع بعض ونقول يا ابانا، يا ابانا. اقدر اقول له ابويا؟ هو انا بدراعي ما اقدرش، بس هو اللي اداني الفرصه دي ان انا اقول له يا ابويا، ونقول له يا ابانا، ونبقى كلنا كمان اخوات واخوه. عارفين اللي عمل شمس وقمر وكل الدنيا، واللي نسمع منه تدود كل الكون في ثانية، واللي أنفاسه تزال
سحق رأس الحية. عارفين لما كان مصيري موت ونار أبدية، نزل واتصلب بدالي وسحق رأس الحية، شال عني عار الخطية.